اهلا بكم من جديد في فقره سهم القوس. 6 محطات اخيره، بنتمنى من ربنا ان قطار ميت عقبه يوصل بنجاح وبالسلامه في 4 منهم ان شاء الله. لو كسبتهم تضمن التتويج بشكل رسمي ومستحق للعام الثاني على التوالي، لقب مهم جدا هيحكي ويتحكى عنه تاريخ الكوره في مصر. بكره بامر الله قطار متصدر الترتيب هيبقى في الغردقه بحثا عن 3 نقاط جديده في مشوار اللقب امام الجونه، اللي بيخوض اللقاء بدوافع كبيره جدا بحثا عن تامين موقفه من البقاء في الدوري الممتاز. للمزيد هنروح لضيفنا العزيز اللي مشرفنا ومنورنا في نهارك ابيض، الكابتن محمد مصطفى ممس، نجم نادي الزمالك السابق والمدرب المدير الفني القدير لأكثر من نادي، وكمان له صولات وجولات في اكتشاف نجوم كتير جدا من ناشئي وشباب نادي الزمالك. كابتن محمد مشرفني ومنورني. أنا اللي متشرف بيك وسعيد إن أنا معاك، وأنت برضو من النجوم اللي طالعة في القناة، وأتمنى لك التوفيق دايما. ربنا يخليك كابتن. عايز في البداية أسألك عن فريق الكورة. فريق الكورة الحمد لله 7 ماتشات من قبل نهائي الكاس، و7 ماتشات بما فيهم ماتش نهائي الكاس مع النادي الاهلي، 7 مباريات فوز متتالي. شايف ازاي ال7 مباريات فوز متتالي دي، وايه السبب وراء هذه الانتصارات ومواصله الانتصارات والثقه والثبات اللي موجودين عند اللعيبه، زائد الروح المهمه جدا برضو اللي مخليهم في الصداره؟ طبعا الامور واضحه، السبب الاساسي الاستقرار الاداري والاستقرار الفني. لما بيكون في استقرار اداري جوه المكان جوه النادي اكيد بيطلع على الامور الفنيه، مع بلس ان معاك مدرب عالمي، مدرب كبير بيعرف يستغل قدرات اللعيبه اللي موجوده ويعرف يحطهم في الوقت المناسب ويشتغل ازاي، دي اللي بتعمل النجاحات. النجاحات المتتاليه دي ما بتجيش من فراغ، بتيجي قناعه لعيبه بجهاز وبالمدرب، قناعه اللعيبه بطريقه اللعب، لان دي طريقه اللعب دي ممكن تبقى مش مناسبه لاي لعيبه، هو عرف ازاي يستغل اللعيبه دي بقدراتهم وبطريقه لعبهم وبالتحولات اللي هي الخططيه اللي جوه الجيم. دي قوته، دي قوه مستر فيرا، ان هو بيعرف يعمل تحولات خططيه جوه الجيم من 4-3-3 ل 3-4-3، وبيقدر يستغل امكانيات اللعيبه اللي موجوده اقصى استفاده. فطبعا مفيش حاجه بتيجي من فراغ، ان برضو الامور الاداريه اللي متوفره من مجلس الاداره برئاسة سيادة المستشار والأستاذ أمير أحمد أمير مرتضى، واضح جدا إن اللعيبة عندها هدوء نفسي. فأنت لما تكون لعيب وعندك هدوء نفسي وهدوء مادي فبتطلع عليك في الملعب، وهم خلاص دلوقتي المكسب بيجيب مكسب، فبقى في ثقة في الفوز إن أنت تكسب في أي وقت، مهما كان في بعض الأمور في المباراة أو وقت في المباراة إن الأمور تحس إنها صعبة، لكن عندك دكة قوية جدا، عندك لعيبة كبيرة قاعدة بره، عندك لعيبة كبيرة بتقدر تغير مجرى الجيم مع تغييرات الراجل الموفقة الماتش اللي فات، فإن شاء الله الدوري في نادي الزمالك بإذن الله. بمناسبة الماتش اللي فات، شفت إزاي مباراة بيراميدز؟ مباراة كانت صعبة جدا قدام أقوى سكواد لعيبة في مصر، لعيبة عندهم صفين الاحتياطي زي الأساسي، لعيبة أو فريق مدجج بالنجوم، وبتكسب 3-0. نتيجة ما كانش حد يتوقع خالص، يعني ما فيش حد يتوقع 3-0 السكواد بتاع نادي الزمالك أمام سكواد بيراميدز، لكن الروح وطريقة اللعب اللي لعب بيها فريرا واستغلال الإمكانيات المتاحة في الفريق هي اللي خليته يكسب 3-0. أنت ممكن تقول الكلام ده بالمباراة، النتيجة صعبة ويعني الزمالك ممكن يكسب بصعوبة، لكن لما تشوف لما تخش جوه المباراة لا الزمالك يكسب كتير. يعني خلي بالك الكره مش بالاستحواذ النهارده، انت هو الراجل فكره سايب لك الاستحواذ وعارف هو بقى هنا بقى هنا هنا التحول بقى، هو عارف هيعمل ايه بعد الاستحواذ، هم هيستحوذوا وانت بتعمل الكونتر اتاك بمنتهى الخطوره ب3-4 لعيبه، في فرص كتير راحت، لو احنا موفقين نطلع على الشوط الاولاني اكتر من 3-4 اهداف، فده فكر، ده واحد دارس امكانيات اللعيبه اللي هيلعبها، لان هو فعلا هم بيقدروا يحطوا كره تحرك كويس قوي، عندهم لعيبه كبيره لكن ما فيش خطوره على الجول، بلس ان هو بيحفظ اللعيبه وانت معكش الكوره البوزيشن بتاع الحته الدفاعيه تلاقيهم ما فيش حد يقدر يخترقك، تملي عامل عمق في كل حته في الملعب، سواء من على الجناب سواء من العمق، تلاقي في كثافه عدديه للعيبه نادي الزمالك، فانت الاستحواذ ده اول ما بيفقد الكوره بيبقى عندك مساحات في خط ظهرهم
كبيره، مش بتبقى من 30 ل 40 يارده، فانت مع السرعات اللي عندك مع سيد ومع زيزو ومع امام عاشور المتالق مع جزيري خطوره كبيره جدا جدا، وكان ممكن الزمالك يطلع باكبر من كده. لكن قبل المباراه حاجه وجوه المباراه حاجه تانية خالص. كمان انا بحييه على تغييراته ادت باور كبير جدا للفرقه، خلت المعدل البدني على طول موجود، ما فيش حد ما بيجريش، ما فيش حد ما بيدافعش، فطول الوقت تحس ان الزمالك هو قافل الجيم يقدر يجيب الثالث والرابع والخامس. فانا بحييه ان هو ذاكر كويس، يعني مستر فيرا ذاكر بيراميدز كويس برغم النجوم اللي هم فيه، لكن ما تلاقيش خطوره جامده على نادي الزمالك نتيجه التمركز الجيد والعمق اللي في كل حته في الملعب. لو رحنا بقى لقائمه مباراه الجونه، وشايف ازاي مباراه الجونه؟ مباراه صعبه جدا، خصوصا ان الجونه في مكان صعب بالنسبه له، بيسعى بشتى الطرق ان هو ياخد المباراه، اي نقطه او ثلاث نقاط بيسعى لانه يخرج من المباراه بنتيجه ايجابيه بالنسبه له. ونادي الزمالك في نفس الوقت عنده نفس الدوافع، عايز احافظ على الصداره مكمل. شايف الفتره او الماتش بتاع بكره ده ماتش مدى صعوبته بالنسبه لمستر فيريرا، وازاي مستر فيريرا يخش هذه المباراه، وازاي يقرا افكار المدير الفني كابتن طلعت يوسف المدير الفني للجون. اولا انا من الناس اللي قلت ان كل الماتشات صعبه، يمكن اسهلهم بيراميدز، والماتشات الكبيره دي انا ما بخافش منها من لعيبه الزمالك، بيبقوا على قدر المسؤوليه. ماتش بكره ماتش صبر وجلد، لان كابتن طلعت يوسف من المدربين الكبار، فهو هتلاقيه هيقسم الجيم، ممكن يضغط عليك في الاول عشان عايز يجيب جون وفي ارضه والكلام ده كله، فدي فرصه ان انت هتقفل كويس وانت بتتميز بالكونتر اتاك والهجمه المرتده. الحاجه الثانيه الجيم هو اكيد هيقسمه، لان الجون ليها طبيعه خاصه في الشغل، واتمنى من نادي الزمالك ان هو ياخد الملعب اللي ضد الهوا الاول الشوط الاولاني. انت طبعا زي ما انت عارف انا قعدت في الجونه 3 4 سنين مع لا ده انا جاي في الجونه دي، انت تجانا بقى مع كابتن كان لينا صولات وجولات هناك، فدي ليهم طبيعه خاصه في طريقه اللعب. فاتمنى ان نادي الزمالك يلعب ضد الهوا الشوط الاولاني، لان الشوط الثاني الدنيا هتختلف معاهم تماما جدا في طريقه الشغل في الباص، اذا كان على الارض او على العالي هيأثر عليهم جامد جدا. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هم فرقه ظروفها صعبه جدا، فانت لازم يبقى عندك الصبر والجلد، ان انت الاندفاع يبقى بحدود، اللعب بحساب، وهم في المتناول، لان هم عندهم خط الظهر عندهم مشاكل كتير، كبار في السن، ناس كبيره في السن، عندهم مشاكل في خط الظهر، التغطيات عندهم مشكله في التغطيات العكسيه، فاكيد هو برضه دارس الحاجات دي. لكن هي يعني الماتش ده كله نص ملعب، لو نص الملعب بتاعنا واقف على رجليه كويس ومتحكم في ريتم المباراه، ان شاء الله الماتش هنكسب باذن الله. ممكن يغير في تشكيل فريرا، وممكن يبدا بحد من اللي راجعين من الاصابه، سيف فاروق راجع من الاصابه، ممكن يديله وقت من المباراه، خصوصا ان المدير الفني فريرا دايما اللعيب اللي بيرجع بالاصابه ما بيديلوش اساسي، بتبقى يعني بيبقى حريص قوي انه يبقى اللعيب 100% جاهز. ما اعتقدش ان هو هيغير في يعني في اللعيبه اللي لعبت الماتش اللي فات، التغييرات هتبقى في اضيق الحدود، اصابه او اجهاد، لكن بنسبه 95% هيبدا بالناس اللي بدا بيهم، الشغل كله على الدكه. اللعب كله في التغييرات، يعني هي هتبقى نقطه التحول بتاعتنا او النقطه اللي ان شاء الله اللي هتعمل الفرق التغييرات. هو اكيد اولا الاجانب معظمهم اللي بيبدا بمجموعه بيفضل ثابت عليه لغايه ما تحصل اصابه او ظروف خارجه عن اراده اللعيب، لكن انا اشوف ان هو هيبدا بنفس الاسلوب، بنفس الشكل، بنفس التيم، بنفس طريقه اللعب. نفس طريقة اللعبة كابتن اللي لعب بيها أمام بيراميدز يلعب بيها أمام الجونة؟ لا طبعا، لا طبعا، لا دي حاجة ودي حاجة. أولا ما عندهمش هم الكواليتي بتاع جونة بتاع بيراميدز، اللعيبة اللي تقدر ترفع الكورة وتستحوذ، هم ما عندهمش غير خبرة كبيرة. نور السيد ده من مش عايز أقول من ولادي، إن أنا مش كبير قوي، من إخواتي يعني، من نور ده من حبايبي قوي، من اللعيبة الرجالة جدا جدا وبدأوا في الجونة من كباتن التاريخيين للجونة. هو معانا في الصعود، بس ولد محترم وبحبه جدا يعني، كلاعب كورة وكإنسان. صحيح. فطبعا الوضع يختلف، مش هيبقى في نسبه الاستحواذ اللي كانت موجوده الماتش اللي فات، اعتقد ان الظروف هتبقى، عشان كده بقول لك نص الملعب، نص ملعب هو اللي هيبقى حدد الاتجاه حوالين المباراه. فان شاء الله نص الملعب بتاعنا هيبقى موفق، ونقدر ناخد احنا المبادره، ونقدر ناخد حاجه في اول ربع ساعه، هتختلف الامور جدا. هم لما بيخشوا فيهم هدف بيبقى عندهم حته تسرع وبيتوتروا، فممكن تقدر تجيب اثنين طبعا، خصوصا ان هم في موقف صعب. موقف الجونة في الجدول
بصعب المباراه قوي يا كابتن، اكتر من صعوبتها اصلا ان هي مباراه هتبقى حاسمه للفريقين. جدا جونا في موقف صعب جدا جدا، وعلى فكره هما يعني اتمنى ان هما طبعا يقعدوا في الدوري، بس مش على حساب نادي الزمالك طبعا. انما هما بداوا ما كانوش موفقين في ماتشات كتير، وصبروا كتير على الفرقه. كان لازم التغييرات دي، يعني كان الكابتن طلعت جه من بدري كان هيفرق معاهم كتير جدا. لكن طبعا الماتش صعب جدا لظروف الفرقتين، فرقه بتنافس وفرقه بتنافس على الهبوط، هي دي صعوبه المباراه. فالماتشات اللي زي دي بتتاخد ستيب باي ستيب، وعايزه صبر وعايزه جلد. ممكن تلعب على كوره، انت الماتشات دي انا مش عايز سكور، انا ومش عايز العب، انا عايز نتيجه. لان الماتش ده هيقربك جدا من الدرع، فهي عايزه صبر وعايزه جلد وعايزه شراسه وقتال، ويبقى في عين الحمراء في الملعب ان احنا جايين ناخد الثلاثه بونت. وانا شايف ان الحاله اللي احنا فيها كتيم حاله جيده جدا، في من الناحيه البدنيه هو بيعرف يعالجها كويس جدا، الناحيه الخططيه التحولات اللي بتحصل حاجه محترمه قوي قوي. التحولات بيبقى فيها زي ما حضرتك فني. قلت في البدايه، حضرتك قلت التحولات والهجمه المرتده بتبقى بثلاث واربع لعيبه، دي مش سهله، ازيد من اي مدرب لعب بالطريقه دي مع جدا. ما دي بص، دي نتيجه ان واحد محفظ اللعيبه. انت اول ما احمد يمسك الكوره ففي فلان وفلان هيجري بسرعه، مش مستنيين بقى ان احمد، هم عارفين ان ده لما بيجي هيقطع تلاقي الجزيري طاير وسيد طاير وزيزو طاير وامام طاير، بتلاقي كثافه عدديه قدام، وده اللي بيخلق فرصه الاهداف كتير لنادي الزمالك. واحنا نسبة التهديف عندنا ما شاء الله بقت كويسه جدا في الفتره الاخيره، فاحنا كلنا تفاؤل وكلنا ثقه في لعبتنا وجهازنا ان هم يعملوا حاجه ايجابيه جدا بكره ان شاء الله. وانا كنت بتكلم مع بعض اللعيبه سيد وسيف والمجموعه دي، في حاله كويسه جوه الفرقه، اللعيبه الكبيره كبيره عاملين تصرف، عاملين حاله كويسه في غرفه الملابس، والراجل هم حاسين باطمئنان مع الراجل، مصدقينه ومدرب كبير بروفيسير، فكل الحاجات دي بتولد طاقه ايجابيه للفرقه. يعني شيكابالا بينزل 5 دقايق 10 دقايق بيجيب جون عالمي. أيوة. خلي بالك دي حاجه مش سهله لما تقعد واحد بقيمه شيكابالا، وان هو ينزل يبقى موفق كده، يبقى قاعد مرتاح نفسيا، مقتنع بالراجل، فهو نازل نفسيته كويسه، فهو بيأدي بيجيب جون عالمي. انما لا قاعد ومش مقتنع ومن جوه مش مبسوط ومن جوه مش مركز، عمره ما هينزل في الوقت ده يعمل الاداء ده، وعمر ما الزمالك هيوصل للحته دي غير لو اللي على الدكه مبسوط للي بيلعب. ودي احنا كنا مفتقدينها في اوقات كتير في نادي الزمالك، ان اللي بره قلبه على اللي جوه، اللي بره زي اللي جوه، اللي ينزل ينزل، واللي مش هينزل عارف ان الماتش ده مش بتاعه. فانا شايف ان شاء الله يعني باذن الله ان الامور كلها بتصير في اتجاه نادي الزمالك، بس ده محتاج، احنا لسه ما خدناش حاجه، لا لسه كل ده على الورق لسه، فلازم الماتش ده من الماتشات المهمه جدا، فان شاء الله يعملوا ماتش جيد ويبقى ماتش قوي وناخد فيه 3 بونت اهم حاجه ان شاء الله. كابتن لو كلمتك على التشكيل الامثل لهذه المباراه او التشكيل المتوقع من وجهه نظر حضرتك، هل اوباما كان موجود في الماتش اللي فات؟ هل ممكن روقه هو اللي يبدا المباراه دي ولا اوباما يشارك زي المباراه اللي فاتت؟ والله انا شايف اوباما بقى له ماتشين بيحاول جيد جدا يعني. بس هو خلي بالك كان اوباما كان واخد ادوار مهمه جدا على بلاتي توري اللي هو رمانة الميزان. خلي بالك ده من اسباب نجاح نادي الزمالك. رمانة الميزان في بيراميدز يعني. ده من اسباب تفوق نادي الزمالك في المباراه، ان اوباما واحنا ما عرفناش الكوره كان بينزل يقفل على بلاتي. اللي هو اللي بيبدا الشغل. والكلام ده احنا عملناه قبل كده مع اسماعيل مع تيجان. فعملناه مع الزمالك. واحنا بنلعب الزمالك عملنا الكلام ده. كان نور السيد كنا بنقفل عليه عشان هو اللي بيبدا اللعب. فدي من النقط الجيده جدا اللي كانت، ان انت ما فيش خطوره على نادي الزمالك لما بينزل يقفل على الراجل اللي بيبدا الشغل. بالنسبه ليوسف اوباما انا بقول له انت لعيب كبير والحمد لله، وبقاله ماتشين ماشي كويس، وانا شايف انه هيبقى ليه دور كبير جدا، لعيب تكتيكي على اعلى مستوى، فافضل ان هو يبدا بيوسف اوباما. ما افضل لان امام عاشور ماشي كويس، سيد ماشي كويس، عبد الغني ماشي كويس قوي، مكسب كبير، وعبد الغني بس انا هقول الملعب يعني كفايه عبد الغني في ماتش واحد يعني، بس ما يبقاش اتنين. وبعدين عندك سيد لعيب تكتيكي عالمي بيقدر يعني الراجل عرف يستغله احسن استغلال، وهو معوش الكوره سيد بيبقى ليه مهمات خاصه، بيقفل وراء الجبهه بتاعت زيزو وبتاعت المسلوسي، ودلوقتي في حته زياده ان هو بقى يزيد ويروح ال 18 وعمل جون عالمي. فانا افضل ان هو يبدا بيوسف اوباما. يوسف اوباما عنده مميزات، بيقدر يدافع كويس ويقدر يبني لك هجمه ويقدر يجيب جون،
يعني لو قلنا التشكيل دلوقتي هو 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 بس ما انت التشكيل هو هو بس يوسف بياخد حريه اكتر في التحرك للجزء الامامي. هي نفس اللعيبه وهي نفس الطريق بس انت بتيجي تقول له احمد انت هتلتزم بالحته الدفاعيه اكتر من الناحيه الهجوميه، لكن في ماتشات اقول له لا انا بحررك شويه حاول تزيد ورا الجزيري تبقى فيرو الثاني جوه ال 18 مع الاثنين يبقى اربعه جوه ال 18. نروح بقى للجونه وعارفين ان في شوط من الاشواط بيبقى فيه هوا شديد جدا ويمكن انا كنت موجود كمراسل رحت ماتش او استاد الجونه او استاد خالد بشاره رحمه الله عليه يعني الاستاد دايما بيبقى فيه جنب فيه هوا شده الرياح بتبقى في اتجاه معين بشكل كبير قوي الشوط الثاني بتتغير الموضوع ده انت كنت قايل لي عليه حكايه كده كنت بتعملوا ايه في الموضوع ده احنا كنا بنلعب ضد الهوا الشوط الاولاني اللي بتبقى لسه الدنيا هاديه شويه كانت ساعات وكانت في فرق كتير بتشتكي من احنا كنا بنعمل يعني تجانا كان بيساعد بيعمل شغل على ايه يعني على حته الهوا دي يعني نلعب ضد الهوا بتبقى الدنيا بالنسبه لنا اهدى الشوط الثاني احنا موسم ضربه المرمى بتاعه الخصم ما كناش بنرجع بنبقى واقفين على 18 الكره اللي بتشوط بترجع تاني فاتمنى لا لان الهوا الطيارات هناك الهوا عاليه جدا هو ملعب حلو قوي بس هي مشكلته التيارات الهوائيه انما ملعب عالمي يعني يتلعب عليه كوره حلوه ويتلعب عليه شغل كويس وهم تملي يعني تلاقي الجون عشان حافظه تلاقيهم ايه بياخدوا الهواء الشوط الثاني هم تعبوا الماتش اللي فات عشان لعبوا ضد الهواء الشوط الثاني خلي بالك ان دي حاجات مهمه جدا في ازاي تختار نص الملعب الاولاني لان بيفرق يعني احنا لما نيجي ناخد لان انت الكوره هتلاقي سرعتها عاليه جدا كوره هدف شيكابالا كنت بتكلم عالمي هدف عالمي شركته مؤثره جدا حتى الشوط الثاني انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا بره الموضوع ده ان وجود شيكابالا عامل حاله جوه التيم بره الملعب وجوه الملعب لما بينزل للملعب شيكابالا بحس ان اللعيبه بتتحول لحاله فنيه عاليه جدا ان هم حاسين ان هم هيكسبوا في اي وقت فعامل حاله فنيه عاليه جدا وده باين على اللعيبه وباين على اللعيبه جوه الملعب وبره الملعب لما ينزل جوه الملعب عندهم ثقه ان شيكابالا هيقدر يخلصهم في اي وقت. فاحنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل التصويب من اي مكان لان سرعه الكوره مع الهواء بتزيد بتبقى قويه جدا حتى لو راح للحارس دي بتبقى قويه جدا عليه. فلازم من ضمن الافكار اللي لازم يبقى في لو ناخد الشوط الثاني الهواء معانا والتصويب يبقى زي امام عاشور زيزو سيد مش لازم توصل شوت من اي حته الكره هتروح حتى لو راح لايد الجون بتبقى قويه جدا وده احنا جربنا الكلام ده كله في ايام بقى العز لما كان مع تيجانا بقى ايام حلوه جدا يا كابتن وعايز طبعا هو اللي عملنا الجول يعني هو اللي عمل الجول تيجانا بالظبط هو اللي بدأ معاها وصعدها بقى احنا كنا خدناها من ممتاز بيت صعدنا بيها درجه اولى قعدنا ثلاث سنين عملنا تيم قوي جدا جدا كان يعني بيتعب اي فرقه احنا متعادلين مع الزمالك 1-1 قدام 60,000 في استاد القاهره ومتعادلين مع الاهلي يعني عاملين نتائج عاليه جدا وكان معانا لعيبه تقيله معانا جمال حمزه ورضا شحاته ونور السيد وشريف رضا وشريف اكرامي وعصام محمود لا كان معانا التقولات ودروجبا اللي كان جاي من الاهلي وحسين علي كان معانا الباك ليفت كان اسمه ايه الباك ليفت اللي موجود؟ الباك ليفت كان بتاعنا كان علاء عيسى وحاجه لا علاء عيسى ده كان سيرد باك لعيب حريف كان لعيب حريف لا كان معانا مجموعه جامده وكان معانا اثنين كانت مجموعه لعيبه بصراحه كلهم كانوا مغمورين في البدايه بجانب طبعا الصفقات اللي كانت حاصله بقى جمال حمزه كان نجم الزمالك جمال عمل ست شهور احلى ست شهور في حياته لانه هو لعيب بصراحه انا يعني جمال ده اخويا الصغير يعني حبيبي قوي جمال ده لعيب كبير لو كان يهتم بنفسه كان ممكن يبقى في حته تانية ولا تقول له اي حد تاني في مصر لما كمان اللعيب تحس بقيمته لما تشتغل معاه في الملعب في الملعب لا جمال لعيب كبير جدا جدا كان ممكن يبقى في حته تانية لو كان اهتم بنفسه يعني وفي لعيبه كتير كانت موجوده عمرو سماكه وكان معانا رضا شحاته ويوسف حمدي كان معانا وعبد المنصف جالنا بالظبط لا كنا معانا مجموعه جامده قعدنا بيهم ثلاث سنين كنا عاملين شغل كويس جدا كان برضه فيها استقرار اداري واستقرار فني وكان ديجانا كان عامل شغل عالمي يعني. لو رحنا بقى للناس برضه اللي انت عصرتوهم شباب نادي الزمالك اللي انت بالنسبه لهم الاب الروحي او اللي انت مربيهم بقى سيد نيمار سفر وجعفر اللعيبه اللي هي كانوا يوسف اسامه نبيه اللعيبه كلها اللي كانوا في الفرقه اللي حضرتك بتدربها حضرتك قريب منهم جدا شايف ازاي مدى استثمار نادي الزمالك في اللعيبه دي يمكن حضرتك قلت لي وقف القيد كان رزق اللعيبه دي طبعا
طبعا. احكي لي بقى الحدوته بتاعت النادي. يعني احنا في الفتره لما عملنا، كنت انت بتيجي النادي وكنت بشوفك، فاقول لك منتخب الامل كان معايا كابتن بدر حامد وكان ساعتها كابتن طارق يحيى. فكره منتخب الامل دي اتعملت كتير، انما اكتر وقت استفاد فيها نادي الزمالك الفتره دي. صحيح. ليه بقى؟ اللعيبه دي كانت لعيبه مميزه جدا واخدين بطوله الجمهوريه. فانت في لعيب اللي بتشوفه، وبعدين بقى له معايا سنتين فعارف قدراته كويس جدا. فجينا قلنا لكابتن بدر يعني اللعيبه اللي مش هتلعب لازم يطلعوا اعارات يلعبوا وياخدوا خبرات ويرجعوا تاني نادي الزمالك. لما جه موضوع القبض قفل، هو صراحه احنا ضغطوا على كالترون، ده كالترون ما كانش عايز يلعب اصلا. اللي ضغط عليه الكابتن بدر حامد ان هو يلعب ويشوف الولاد دول. على فكره في لعيبه كتير مشيت، في واحد مشي كان نفسي يبقى موجود، احمد رضا السردماك، وحسين فيصل مشي وانا موجود وما كنتش عايزه يمشي. ان كالترون ما كانش عايزه. وكابتن بدر بريء كل البراءه من موضوع حسين فيصل، ان هو راح قال له، انا مش عايزه. احمد رضا راح بتروجيت، ده من السردباكات الجامده جدا. اللي يعني لو كان موجود كان خد دوره زي حسام وحمدي علاء. فكل اللعيبه دي كانت باينه قوي في دوري الدوري اللي احنا خدناه. فطبعا كانت مجموعه كبيره، بعدين كلهم مميزين. كان في هاني رشدي دبابه برضو ماشي بطريقه غامضه مش عارف ليه. ففي خمس سته كويسين، انما طبعا انا بقول لهم الكوره في اول يوم اجتماع، الكوره دي رزق، هتجتهد وتتعب وتشقى الرزق يجيلك. فلما القيد قفل ده كان رزق اللعيبه اللي موجوده دي، ان كلهم كل دول اللي انت شايفهم دول كانوا هيمشوا، لان كانت الدنيا صعبه فوق. انما موضوع القيد فتح باب رزق ناس كتير، لان هم برضو اجتهدوا. الولاد سيف فاروق جعفر ده كان يجي كلمه يقول كابتن، اقول له اهدى هتلعب انت لعيب كوره. عزة صبر يا سيف، واحد من يعني من ضمن سيد من الناس اللي بتشتغل على نفسها كويس قوي. حمدي علاء برضو نفس الكلام، هيرجع حمدي علاء ان شاء الله. التملي اقول له يا يوسف العب شويه، يجتهد اكتر من كده، انت لعيب كوره كويس. حتى انا قلت لاسامه كده لما كان معايا، قلت له عايز لعيب كوره امكانياته عاليه، بس عايز يبقى ايه فايتر اكتر من كده، ومعدلات الجري تبقى اقوى شراسه. فدول مستقبل نادي الزمالك، بلس مع بعض اللعيبه اللي موجوده في 2003 اللي هم لازم يعدوا من الان ان هم يبقى يطلعوا درجه اولى. ودي عايزه حرفنه ازاي امتى يطلعوا، عشان هيبقى في زحمه فوق مع القيد لما يفتح. فدي لازم يبقى في المجموعه اللي هي مميزه تتعمل لها خطه ازاي يطلعوا يكملوا مع ال 99 وال 2000 ويبقى هم دول قوام نادي الزمالك ال 10 سنين اللي جايين. لو اتكلمنا بقى عن اللعيبه دي ومدى الاستفاده منهم، وفي لعيبه طبعا زي ما قلت حمدي علاء هيرجع في السنه الجايه ان شاء الله، خلاص شاء الله يعني مش هيتم تمديد الاعاره ليه مع سموحه. ماشي كويس قوي، ماشي كويس، ماشي بشكل محترم وعلى طول بيكلمني. لعيب خامه جيده، فايتر وبيعرف يسلم ويستلم، وعنده كل اساسيات المركز بتاعه. يعني هو عايز يعني لما تيجي تقول له على حاجه، يعني انا كنت قرصت عليه شويه يعني في وقت اتغبيت عليه، كنت اطلعه بره التمرين مش يعني كنت في بعض الامور الفنيه كده. لكن هو الخامه واعده جدا. اولا خلي بالك حمدي ما طلعش كل اللي عنده، حمدي عنده تصويب كويس جدا، عنده الزياده العدديه، الزياده ان هو يزيد، بس هو لسه ما عملهاش في سموحه. دي واضح دي علامات مدير فني. لكن انا في اوقات كنت بخليه يخش ويزيد، يخش جوه ال 18 على ال 1 2 او يروح يشتغل جوه يزيد، ما تخافش، بس بتيجي مع الوقت. لكن هم في سموحه واضح ان هم مدين له مهمات معينه، ان هو يقف يقفل ويعمل عمق في نص الملعب. دور مهم جدا من حضرتك مع اللعيبه دي، ولكن مع وجود فيريرا وهو دلوقتي في الفتره دي او في بدايه الموسم، شايف ازاي فيريرا قدر يطور من اداء اللعيبه الشباب اللي موجودين؟ اولا لو جبناهم لعيب لعيب كده كان ناقصه ايه وفيريرا زوده له؟ اول عايز مين الاول؟ سيف. سيف مثلا، سيف اصلا ما بيلعبش ديفندر، سيف اصلا بيلعب هاف ليفت وهاف رايت وتحت الفيرود، واحيانا كنت بلعبه فيرود. اللي استفاد ايه سيف من الموضوع؟ ان هو عارف ان هو بيتمرن مع مدرب كبير، فبيطلع اقصى حاجه عنده، ما بقاش يتكلم كتير، فمركز في الشغل. فالراجل عرف يطلع احسن حاجه عند سيف، وبقى في مصداقيه. لما يجي يقول له، كان في واحد يجي يقول له انا هلاعبك وما يلعبوش، دي كانت بتعمل حاله مش حلوه بالنسبه لسيف، خصوصا لان انت وعدته، طالما وعدته اديله. في واحد كان مشغال قبل كده يقول له انت كويس وانت كذا وانت كذا، وما كانش بيلعب. فالراجل ده قال له لو كويس هتلعب. فهو الولد لما اتمرن وبقى كويس لعب. فسيف اصلا لعيب موهوب، لانه كان بيجيب حاجات اجوان حلوه من جمل ملعوبه. هو الولد مخه نظيف، فكون ان هو يؤدي في الحته دي رقم 6 وبالاجاده دي، يبقى ده ولد مخه نظيف
يعني مش بالجسم وبقى لا لا لا، هو مخه نظيف بيعرف يعني، هو لما بينزل بيبقى مؤثر يعني يوسف تغيير. يروح ليوسف اسامه، ايه اللي طوره برضه فريرة يوسف اسامه؟ ايه اللي ناقصه؟ اللي كان ناقصه حته الحميه. فطبعا اتحط في موقف، كلمته كان كلمني هو كلمني بعد ماتش الاهلي، قلت له اكون او لا اكون، ما خلاص ما حدش هيستحملك. فانت دلوقتي لازم تطلع اقصى حاجه عندك، انت مش ناقصك حاجه غير ان يبقى عندك قلب، يعني لازم معدلات الجري تبقى قويه، لازم التحامات تزيد، لازم الفرصه تمسك فيها. وانا شايف ان يوسف ماشي كويس جدا. حسام عبد المجيد نجم الدفاع دلوقتي، ولعيب ماشي بشكل اساسي فتره كبيره جدا من بعد مباراه او من قبل كمان مباراه القمه، قمه الدور الثاني مع الاهلي. حسام بدا بدايه مهزوزه جدا نتيجه ان ما كانش حد عامل له سبورت جوه الفرقه. صحيح. من الجهاز اللي سبق. كان خلي بالك كل الجماهير كانت شايفه كده. هقول لك على كواليس ما حدش يعرف نظرنا في حسام، لانه كل الناس قالت لك كل يوم، كل الناس قالت لك يمشي. فانا يعني مش بتكلم مع اي حد، يعني انت عارف انا تليفوني عزيز جدا. صحيح. يعني اتكلم حد لازم. الولد ده ساب عليا بعد ماتش المحله، اتكلمته قلت له لازم تعرف ان انت بتلعب في نادي الزمالك، ولازم تعرف ان انت لعيب منتخب، ولازم تعرف ان انت لعيب كويس. فانت النهارده علشان لما تلاقي الكوره مش مساعداك، اقرب واحد وقلل من اخطائك، ما تفكرش في البعيد، فكر في القريب، اهم حاجه تطلع من غير مشاكل، وتتمركز كويس جنب السرد باك اللي معاك، ويلعب السهل، ما تفكرش في الحاجات الصعبه وتقول انا عايز ابقى لعيب كوره. فمش عايز اقول لك المكالمه دي على كلامه انها فرقت معاه كتير جدا. لكن هو 192 سنتي، الكور الثابته اللي لينا واللي علينا، بيقدر كان بيجيب لي كان بيجيب جوان ليا كتير. برجله واسع، يعني عنده مقامات المدافع. فهو محتاج شويه ثقه، الراجل ده اداله الثقه. محمد طارق عنده نفس المشكله بتاعت حسام في بدايته. محمد طارق اصلا سرد باك. بس انا بلعب بكره يعني، بلعب بكره في الزنقه، لكن هو انا بقول لك محمد طارق خليفه الونش. نفس مواصفات الونش، راجل قوي وجدع قوي ويلتزم بتاعه، وتلاقيه مقاتل جوه الملعب، ولعيب تكتيكي ان هو يقدر ينفذ لك اللي انت عايزه بالظبط. كان في لعيبه كتير جدا طبعا. سيد نيمار ده بقى، سيد نيمار انا بحييه، لان هو عرف يتاقلم مع البوزيشن الجديد، وهو في ميزه ممكن تميزه ان هو حته الاحتراف اللي راحها في تايلاند السنه دي فرقت معاه من الناحيه الذهنيه. يعني بقى لعيب تكتيكي على اعلى مستوى. وده اللي عاجب الراجل فيه، ان هو بيقدر يوظفه في جوه الجيم في اكتر من بوزيشن. فانا بحييه بقول له يا سيد انا لسه عايز منك اكتر، كلهم انا عايز منهم اكتر من كده، وعايز اشوفهم في منتخب مصر ان شاء الله ويبقوا اساسيين في نادي الزمالك. مباراه تفرق جدا نتيجتها مع نادي الزمالك في ان شاء الله في حاله الفوز، هيبقى أكيد. بنسبه كام في الميه ان نادي الزمالك يبقى اقرب من بطوله الدوري؟ بنسبه 85-90% ان شاء الله. خلي بالك المكسب بيدي باور اكتر من كل ماتش، فانت ربنا يكرمنا بكره هتلاقي وحوش في بعد كده خلاص، الموضوع بيبقى كل ما بيقرب يبقى احنا ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله انا متفائل جدا الدوري بتاعنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد شرفتني ونورتني. الله يخليك يا ابو حميد، وانت انا سعيد ان انا معاك، وانت حاجه جميله ومشرفه لقناه نادي الزمالك ولنادي الزمالك عموما، واتمنى لك التوفيق دايما. اشكرك شكرا جزيلا. انتهت فقره سامو كوز، كان معانا واحد من نجوم نادي الزمالك كابتن محمد مصطفى ممس، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لقطاعات الناشئين لفترات كتير جدا داخل نادي الزمالك. انتهت فقرتنا وحلقتنا واسبوعنا من نهارك ابيض، على امل لقاء في اسبوع جديد من نهارك ابيض. الى اللقاء.